فوكس فوكسي هي قناة مخصصة لأفلام كرتون الأطفال، تقوم بعرض كل ما يحبه الأطفال ويرغبون في مشاهدتها، حتى أن بعض الكبار في متابعتها أيضا، وذلك بسبب عرضها لأفلام جديدة ومثيرة لمختلف الأعمار، وذلك منذ البث الأول للقناة الذي ظهر في نهاية عام 2014، كما أن قد حازت على نسبة كبيرة من المشاهدات، بالإضافة أن القناة مجانية لا تحتاج لرسوم مالية لمشاهدة الأفلام عليها، كما أنها تساعد في تزويد الأطفال بكلمات لغوية من خلال النطق عبر الأفلام التي تعرضها والمحتوى الذي تقدمه. إذا ندعكم مع تردد القناة على هذا الفيديو وطريقة إضافة التردد. إذا إخواني، طريقة إضافة التردد طريقة سهلة وتختلف على حسب الريسيرفر. تضغط في الريكوموند على ميني، ثم تدخل إلى الإعدادات، ومن ثم تضغط أوكي على تركيب، وتقوم بإدخال كود الريسيرفر، غالبا 4 أصفار أو من 1 إلى 4. من ثم تضغط على قائمة الترددات هنا وتضغط أوكي، وهكذا سوف تجد معك هذا الطابلو وتتبع التعليمات. تختار أول شيء القمر من هنا، وإضافة التردد باللون الأحمر من هنا، والتعديل والحذف والبحث في الآخر، تبحث عن اللون الأزرق يعني البحث عن القناة. فهذه هم التعليمات موجودة عندك في الريكوموند، تتبعهم. وهذه الألوان وهذه تعليمات تختلف كما قلت لكم من ريسيرفر إلى ريسيرفر آخر. إذن شكرا على المتابعة، سأدعكم مع التردد، ولا تنسوا لايك للفيديو والاشتراك في القناة. Two, three, four, five, six, do it!